المهندس صاحب المشوار الإعلامي الكبير واللي تلامذته مليين المحطات من فنيين ومذيعين وأنا قلت لكم مرات كتيرة جدا إنه كان في الفضل الأساسي إنه قال لي انزل اشتغل. بيكتب بقى حاجات الفترة الأخيرة ديت، كاتب ثلاث حتت: شكرا يا أمي يا ملهمتي، ما زال دعائك يصلني. كنت ولا زلت روح أمي، دعاؤها موصول وبركتها لا تنقطع، الفاتحة لروح أمي. ما بقاش في القلب حاجة بعد أمي. أسامة الشيخ في حالة أخرى، أهلا بك يا باشمهندس. أهلا بك يا باشمهندس، شرفتنا. أنا بشكرك على الاستجابة وبشكرك، أنا عارف إن أنت مواعيدك كتير وانشغالاتك كتير، لكن بشكرك لأنك أنت شرفتنا، وبشكرك لأن أنت يعني بتكتب هذا الشيء الرائع عن والدتك، ويمكن دي أول مرة المهندس أسامة الشيخ يتحدث عن والدته. خلاص أسئلتي خلصت. شوف، أنا ما دعيت مشكورا لحضرتك، طبعا انت ليك مكانه عندي خاصه. ربنا يخليك يا استاذ سامي، متشكر. ما اقدرش اقول لا، ربنا يخليك. وتحركت، قلت لهم ما بحبش اطلع، قالوا هتكلم عن امك، قلت لا، ده امي اللي هتبقى حاضره وانا اللي هاجي معاها. تمام. ولهذا اتيت يعني. امي مش حاجه خاصه، مش خلق خاص، امي نموذج لكل الامهات المصريات العظيمات اللي هم بينقلوا جيلات العظمة المصرية لكل المصريين، اللي هم أمهات الشهداء. زي الأمهات الفلسطينيات وزي الأمهات في كل أنحاء العالم، بس معناش مرة في مصر أهل شهيد طلبوا عوض او طلبوا امتيازات، لان اتنقلت منهم جينات الوطنيه من امهم. ويمكن الشعر المصري العبقري لخص الحكايه، ما المصري يا امي، واحنا دايما نقول امنا مصر. الام هي البدايه، صحيح، هي الخيط. فمصر هي البدايه واحنا موصولين بيها. لكن انا برضو زي كل واحد عنده خصوصيه الام. منبع القيم اللي بتشكل شخصيه الواحد بتيجي من امه مش بالتلقين، وبتتراكم جواه. المره اللي زارتني امي في السجن، وانا كنت حريص انها ما تجيش لانها ست كبيره وهتمشي لها ساعه بجوار السجن على ما تدخل، وخايف عليها تتمسك. هتتمسك ازاي؟ المره الوحيده اللي اشوفها وانا داخل عليها، اما قالوا لي في ايديك زياره، ما خدتنيش في حضنها، سلمت عليا سلام رجاله وقالت لي انا مربيه راجل، امسك نفسك. ودخلت في حضنها. فدي قيمه انك تحب الناس كلها وتكون متسامح. حد يقول لي انا اتظلمت ويدي على اللي ظلمني، تقول لي لا يا ابني بخاطره. يعني ده مصطلح بخاطره، يمكن مش فاهمين، يدعي لهم ربنا يهديهم. دي امي. امي اللي علمتني ان كل الناس سواسيه، لانها كانت صديقه الفقراء واليتامى والمساكين.
وإذا بتفطر ولا بتتغدى وبتتعشى وفي شغالين في البيت بتتغدى في وسطهم. إما أبويا يوصيني على حد أساعده في شغل ولا حاجة، تقول لي لا خد ابن فلانة دي يتيم ومتعبت فيه، قرايبك ممكن يتصرفوا، قرايبك غناي قادرين. ما بتبقاش ده درس واحد ودرس اتنين ودرس تلاتة، تراكم. أمي موصولة بربنا، أمي أول حد علمني أمسك قلم وأقرأ وأكتب، لأن كنت ابنها الأول. أنت كبير. واتولدت يوم بعد سنة بالظبط من وفاة والدها. فكانت دايما تقول لي أنت عوضي من أبويا. فدي أمي. أمي تعرف الوطن ببساطة، الأم المصرية ببساطة، الست اللي قال عليها النبي أنا ابن امرأة تأكل القديد وتمشي في الأسواق. في يونيو، في يوليو 2013 عديت عليها زورها، بتقول لي يا أسامة يا ابني أنا عايزة منك طلب. يا عمرها ما طلبت مني طلب. قلت لها أمور يا ماما. قلت الست دي هتطلب ايه؟ اكيد عايزه تحج. قلت لها أمور. قالت لي انا عايزه الاغنيه بتاع السيسي. قلت لها حاضر. ضحكت وابتسمت يعني. قلت لها ليه يا ماما؟ قالت لي بهذا المصطلح بالظبط، أصله بيحب الوطن والأيام علقة صورته مش متعلق في البيت بصورتي وصورت أبوها وصورة جدي. فشوف الفطرة الوطنية والقلق على الوطن. افتكرت بعد 67 وأنا طفل وكانت القرية بتاعتنا مليانة مهاجرين وكل يوم مطلع انت القريه بتاعتك فين؟ في مركز بيطان اسمها دمص. كل يوم مطلع اكل للمهاجرين اللي جم قعدوا في المدارس. كل يوم مش عارفاه كان هتاخد ودي اكل للناس دول. وامي موصوله بربنا. انت عندك اخوات؟ طبعا. عندي ولد وبنتين. بس انت البكري بقى. وانا الوحيد اللي كانت تقول له يا حاج، ما حدش قال لي يا حاج الا هي. حاج اسامه راح، الحاج اسامه جاء. ومرت بازمه كبيره وانا في السجن. بس كانت صلبه. وعلمتني يعني ايه الواحد يبقى صلب. في يوم وفاتها في العزاء بتاعها قال الاستاذ حمدي قنديل بنادي بالصحه يا رب. يا رب حمدي قنديل عمنا وراجل عظيم بيعزيني. قالت له بيقول لي مبروك. قال لي مبروك ان هم شافوا براءتك قبل ما يروحوا. صحيح. ثم هم كانوا عارفين يا استاذ حمدي. عارفين براءتي. وانا طلبت اطراف وانا في المحاكمه. حسن. والقاضي سمح لي ان انا اترافع وقلت انا مش جاي ادافع عن نفسي، انا جاي ادافع عن امي وابويا اللي ربوني وعلموني ان اللي بيسرق بيضه بيسرق جمل. دي حكاوي امي. امي موصوله بربنا.
اقسم بالله العظيم شفتها في حلم وهي مع ربنا، يعني الناس تتفاخر انها شافت النبي في الحلم، شفتها مع ربنا بس ما شفتش ربنا. دي جوه الحلم بتكلم ربنا. بس جالك انها هي بتكلم ربنا، تقول له اسامه ابني كويس، اسامه ابني كويس، انت سايبه ليه؟ لما اصبت في حادث، كان حادث صعب وانا في الكويت، وقعت في مسرح ورجلي حصل فيها كسر مضاعف بعد قطعتين يعني. ساعة الحادثة الواحد ما بيحسش بالألم. لقيت إيدي على تليفوني وبكلمها، خفت لا يفوت كام يوم مش عارف أكلمها، أبقى في عمليات أبقى بتاع. أقسم بالله العظيم وأنا بكلمها بتقول لي آه يا أسامة أخبار رجلك إيه؟ ما كانش حد عارف خالص. ده في ساعتها أنا واقع على الأرض وبيقطعوا لي البنطلون علشان يشيلوني يودوني عربية الإسعاف، وأنا طلعت البنطلون من جيبي وبكلمها تقول لي أخبار رجلك إيه؟ قلت لها مالي يا ماما رجلك؟ لقيت ما كانتش عجباني المرة اللي فاتت. دي علاقة خاصة مع الأم. حب الناس، قيم التسامح. الواحد دايما بيبقى عايش في العلاقة دي بتفاصيل جميلة جدا. بعد ما بترحل الأم بيبقى فيه كده الهوى ناقص حاجة، الهوى ناقص حاجة، بيبقى ناقص إيه؟ ناقص روح الأم. ما هو الروح دي ما بتموتش. الواحد زورها في المقبرة يجي لي خاطرها تقول يا ابني المقبرة اللي أنت جايني فيها دي دي انا عند ربنا، مش هناك، مش انا مش هنا. تقول لي خلاص. وكمان الواحد بيشوف اكتر لما بيبعد. صحيح. القرب يمكن ما بتاخدش بالك قوي، انما لما الحاجات بتبعد وبتختفي بتشوفها اكتر. فانت شفت ايه في والدتك؟ هي والده الاستاذ اسامه رحلت منذ 3 سنوات، فشفت ايه بقى كان غايب عنك وانت في في الحياه وصراعات الحياه؟ شفت ان كان في سند خفي ما بقاش موجود. شفت ان كان في مكان بروحه عشان ارتاح ما بقاش موجود. بروح بيتنا لا بلاقي امي ولا بلاقي ابويا، بس هم موجودين، احس هم موجودين، طفلهم موجود. شفت تعبوا ازاي لا امي وابويا مره في حياتهم طلع منهم كلمه بذيئه قدامي وكلمه خارجه او ضحكه رقيعه، ما شفتش ده فيهم. لكن مش واخد بالي ان احنا طلعنا كده، ان احنا تربينا كده. ومعلمتني مفيش حد اكبر مني ما اقولوش الا يا عمي. ومفيش ست اكبر مني اللي هو يا خالتي، خالتي فلانه وعم فلان من غير ما تقعد تقول لك بص يا اسامه وتقول كذا. لا 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 خالص، حاجه بالطريقه كده انت بتتعلمها الواحد. لا خالص. انا حتى ناس صحابي شباب وصغيرين في السن، فدايما اكلم اي حد اقول له يا استاذ فلان، وكل واحد يقول لي بلاش يا استاذ. قلت له ما تربيت على كده. قلت انا تربيت على كده. كل حد اقول له يا استاذ. حب امي للفقراء والناس الغلابه اتنقل لك طبعا، اكتر حاجه اعتزيت بيها. وموجوده معاهم في مناسباتهم. وتلاقي لو تفتح دولابها تلاقي صرر، مناديل صرر كده. ايه دي بقى؟ امانات حاطين عندها لا يأتمنوا غيرها. واما حد عيان تروح معاه للدكتور. واحدة بتجوز بنتها هي اللي تقف على الفرح. واما تشوف ولد ولا شاب ولا حاجة تقول له ما تتجوز قريبتك دي ما كويسة، اكلمهم لك وتخلص. يعني انا اعرف ناس كتير طبعا بيعملوا كده. فدي احنا. طب اسالك سؤال غريب شويه، ايه الفرق بين الام والاب؟
يعني الاب طبعا برضه حدوته كبيره. شوف الاب ده حاجه عظيمه جدا جدا، بس في حاجه انا بسال نفسي دايما اقول انا ظالم ابويا ليه؟ العاطفه كلها بتيجي من الام، انا هي قلت لك هي الاصل. هي الاصل، وما كانت حتى كانت الديانه الثالثه القديمه بترمز الاصل الخليقه بالانثى. صحيح، وكان الاليه، انا لسه قلت في المقدمه كده ان كانت الاليه زمان ستات، لان هي اللي بتنجب، يعني هي اللي بتجيب الخليقه. ده ابويا شخصيه عظيمه و... بس في فرق، في حاجه. لا في فرق طبعا. برضه العلاقه المثاليه العظيمه اللي شفناها، اللي انا شفتها بين امي وابويا، اللي هي زي السيد في ال ست امينه. ست امينه بالظبط. الراجل كان حنين وما بيزعلش ولا حاجه. وبعدين لما نتلم كلنا مثلا في مناسبه ولا حاجه، انا واخواتي واولاد اخواتي، تبقى واقفه وما تاكلش، واقفه تطمن، خد من ده وكل من ده. كانها كلت، وانا عارف انها ما تاكلش لان امراض الدنيا فيها وممنوعه من كل حاجه، بس انت تاكله يبقى هي كلت. سعيده جدا. وده موجود في كل بيت على فكره. صحيح. وده القيم اللي احنا عايزين ننميها ونحافظ عليها. صحيح. ما هو لما بالام بتغرس فيك ده بتطلع انت تقول ده، ده بيبقى عامل مهم جدا في، لان ولادي بيرسوه. عدم المباشره مهمه في الحياه، هي مش اصل، هي عظمه الام انها بتعلم الحاجات كلها من غير ما تقول لك انا بعلمك، انت بتشوف فبتتعلم. يعني لو رايح المدرسه ولابس لبس جديد تقول لي لا سيبك بلاش. يا سلام. وحياه ربنا تقول لي معاك ولاد فقراء. البس عادي. ف قديم الاولياء لا الصالحين، امي ديني وانا ما تعرفش. لا ما تعرفش. بس انا عارف هي طول النهار وما تحسش انها عملت حاجه. هي بس انا عارف قاعده طول النهار، غير إدارة بيتها وولادها، قاعدة على السجادة وبتصلي وبتقرا في دلائل الخيرات وبتقرا في مش عارف أوراد ومعاها سبحة قد كده. ومرة السبحة بتاعتها ضاعت، قلت لها مش كده؟ قالت لي لا أنا السبحة دي واخدها من حبيبي الجفري. يا ست كل واحد هجيب لك واحدة منه خلاص. بس بقى الاستاذ اسامه كلمنا عن احساسه بوالدته، وزي ما هو قال وزي ما انا قلت لحضرتكم قبل كده، ان كل امهاتنا كده، يعني كل امهاتنا كده طبعا. انا اقبل القديم بس كله. هو اليومين دول حاسس باحتياج لامه، وكانه هو ممرور قوي. ده اللي هنعرفه بعد الفاصل من المهندس اسامه الشيخ. صاحب افضال كثيره على ناس كثيره، المهندس اسامه الشيخ. كنا في الفصل الاولاني او في الجزء الاولاني من اللقاء اتكلمنا عن والده الباشمهندس، لكن انا لاحظت ان في حاجات بيسموها بوستات وحاجات زي كده. انا اصلا ماليش في القصه دي، ما بكتبش حاجه. بس هو كاتب حاجه لطيفه قوي، دي اتشهرت جامد جدا من شهرين وانا في منصب زائل، كان بيجي لي الاف اللايكات والكومنتات، دلوقتي بيجي 100 بالعافيه. اه يا غجر. بس انا كنت عارف والله. انا خدها واحده واحده. ليش؟ طيب. هي خلصنا من دي. دي عتاب المحبين. جميل. انا بحب الناس وبحب اتواصل معاهم، واصناف مختلفه من البشر واعمار مختلفه من البشر. انا لما كلفت بمنصب صعب وكبير ومسؤولياته كبيرة، أنا قصرت مع الناس، ما كنتش عارف لا أتكلم ولا أكتب ولا أي حاجة.
وهم كانوا بيكتبوا. وانت مش متواصل بقى يعني؟ ببص يا دوب بس مش ملاحق اكتب. انا بروح الساعه 3 الصبح بعد اشتغل لغايه ما اصلي الفجر، والساعه 9 تلاقيني صاحي لوحدي. كانت عليا مسؤوليه كبيره قوي يعني. وبعدين انقلبت الايه، بقيت انا عايز حد يكلمني. ده مفيش مسؤوليه، المسؤوليه راحت. ومش هنخش في التفاصيل دي، مالناش دعوه بيها. فاتضايقت؟ بس ما اتضايقتش يعني، انتوا فين يا راجل يعني. بس الحقيقه رد الفعل بقى عمل لي مشكله كبيره يعني. عارف بقت الفيس بقى مظاهره حب والله. لا ما هو اللي بعديه بقى انت ممكن ما شفتهوش. الاف اخرى. الاف احنا بنحبك واحنا مش عارف ايه وانا كلمتك بس انت ما رديتش، وانا مش عارف ايه وانا كلمته ما ردش. عارف فعملت بوست تاني قلت له تحطوني في حرج، انا محتاج ارد هذه المشاعر الطبيعيه لكل واحد. بس هكتب ايه ولا ايه؟ وهكتب لمين ولا مين؟ فسامحونا اعتبروه ده بوست كده عام يعني. طيب كان غضبان وبيعاتب صحابه، ما فيهاش حاجه. يا الله يقيني ان عطاياك لي اكتباء لا ابتلاء، واني عبدك الذي تحبه. طبعا ده مفهوم ترسخ عندي عقيده من كتر ما قريت القرآن وانا في السجن، وبالذات سورة يوسف. احسن القصص. احسن القصص صحيح يعني. ممكن ابقى ماشي في القرآن كله بعد انت هقرا سورة يوسف. قريتها كتير قوي يعني. وانا رأيي حتى لو انا مستوى الادب والدراما دي اعظم حاجة اتكتبت. صحيح. والله سبحانه وتعالى قال احسن، نحن نقص عليك احسن القصص، والقصه الوحيده الكامله ورا بعضها ورا بعضها مرصوصه. صحيح. فحته الابتلاء والاجتباء موجوده. فانا كنت شاعر ان انا في هذا الموقف يعني، بين البلاء الابتلاء والاجتباء. وده ريحني يعني. هذا المفهوم ومفهوم الصبر الجميل مش الصبر المتبرم، ده رسخ عندي. يعني مفهوم الصبر ومفهوم الاكتباء والابتلاء دول كانوا معايا على طول يعني. وممكن اقعد طول الليل اتامل في حرف او حرفين اسمهم مع. ربنا يقول مع الصابرين يعني. يعني حروفه ليست جزافا يعني. لا ابدا. مع يعني. ويحب. ايه؟ ويحب. ويحب. كنت مرتاح. انا في السجن كنت مرتاح. قلقي الوحيد كان على اسرتي. ومتاعبهم، وانا برضو بوجه لهم تحيه وانا موجود برضو، على جلدهم وعلى صبرهم. وعمرهم ما قالوا لي مشكله. ويجوا لي في الزيارات قبل بعد الزياره بساعه. شايلين اكل وراجعين بهدوم، شايلين اكل وراجعين بهدوم. وما عرفوش هخرج ولا مش هخرج. فدي كانت نعمه. نعمه ربنا اداها لي وبشكر اسرتي عليها يعني. استاذ اسامه، انت اشتغلت من في مجالات في الاعلام يعني كتيره جدا، وقومت محطات ورحت حتت وجيت في حتت ورحت وجيت وربنا يديك طول عمرك وتشتغل وتعمل حاجات كتيره جدا. لما تقعد لوحدك كده وبتتامل، انت عملت ايه؟ ويعني كان اخطائك فين؟ وكانت الحاجات الصح فين؟ وهل الاقتراب من حاجات معينه كويس والابتعاد احسن؟ وانت فاهمني والسؤال موضوع واضح، هل الاقتراب كويس ولا البعد احسن؟ ولا هو سؤال شائي شويه بس انت تقدر على قد يعني. كلما يعني كلما تقرب من الشمس ممكن تسيح وتحترق. بص إجابة على السؤال اللي إجابة على السؤال اللي أنا قلته من الداري. خلاص خلصت من القصة. أنا بعتبر كل الخبرات اللي تراكمت في حياتي
ما فيش مكانين اشتغلت فيهم زي بعض. كل واحد له تجربة. مرة بتبتدي حاجة ومرة بتكمل حاجة ومرة بتصلح حاجة ومرة بتشتغل حاجة عربية ومرة تشتغل حاجة مصرية ومرة تبقى بتشتغل هندسة بس ومرة تشتغل إنتاج بس. كل ده لازم يبقى عندك قيمة واحدة ما تنساهاش، أنك تعمل لدى المتلقي سواء مشاهد أو مستمع. ساعات بننساه وده غلط، بس بننساه. احنا بنشتغل عند الجمهور ومسؤولين، وربنا هيحاسبنا. احنا ضرينا الناس دول ولا نورناهم ولا نفعناهم؟ طب خلينا بقى نجاوب بصراحة، قول اللي في نفسي قوله قولت. انما الاعلام بقى له سنين طويلة في مصر، يعني التلفزيون يعني بقى له دلوقتي 58 سنة، وفي الوطن العربي منتشر من سنة 95 الفضائيات والحاجات دي كلها. احنا عملنا ايه للناس؟ لا، في فترات عملنا، في فترات في تاريخنا المعاصر اللي انا عاصرته على الاقل، يعني مصر بعد 67 الاعلام كان له دور صحيح كبير في لحمة الشعب ده وفي تماسكه وفي اعتزازه بنفسه، ما كانش عندنا يأس. وكان محدود قناتين ومحطتين ثلاثة إذاعة وقصادهم ثلاثة أربع محطات راديو، بي بي سي وإسرائيل وصوت أمريكا وفرنسا كانت حد بي. كنا مع إعلامنا صحيح. إحنا دلوقتي لا، إمكانيات كثيرة ومتشعبة. ده احنا ينقصنا المنظومة. انا مع احترامي مفهوم كده ان الاعلام اسف التعبير يعني شوية مزعين. صحيح، مش كده، دي منظومة، دي جيش، دي باحثين وفي كتاب وفي مؤدين ومش مسيطر عليه الاعلام. دي مشكلة كبرى، ومفيش خلط بين الملكية والإدارة، الملك والأمة، واليدير المحترفين. لما تبص كده من 20 سنة عدة أسماء كانوا في الإذاعة ولا كانوا في التلفزيون، أساتذتنا كلهم، أساتذتنا كلهم طبعا 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 سمعناش طبعا حاجة، وكانوا مؤثرين. فأنت الإعلام محتاج انتشار وتأثير، ومحتاج تحمي قيم مجتمعك وتحمي أمنك القومي. وطنها بالناس، انتشار مش موجود، وطنها بالناس وأمن القومي، يعني الناس تبقى في السماء. ارتقاء، خلي بالك ده تعبير مهم بيقول الباشمهندس أسامة، يعني الأمن القومي مش اللي ممكن يتفهم بالشكل البسيط، لا، أن يكون الإنسان إنسان حقيقي فاهم واعي، مش كده؟ مش هنحتاج حاجة، خلاص مش هنحتاج غنوة وطنية. وحتى دلوقتي شوف الإمكانيات الضخمة جدا في الأغنية الوطنية، ما زلنا بنستعيد الأغنية الوطنية بتاعت عبد الحليم حافظ وبتاعت أم كلثوم وشادية شادية والمجموعة كلها، فريد وكله، فريد وعبد الوهاب سيد درويش، سيد درويش ده اللي عايش فينا. هل احنا مرتبطين بالماضي ولا دول كانوا بيعبروا عننا؟ هل احنا نكون عندنا مشكلة ان احنا عجزنا والمفروض الشباب ينطلقوا في الاعلام؟ ما انا مش شايف الشباب، الشباب برضو ما بينطلقوش ليه؟ احنا كنا نحن وابائنا اوكي، كان ممكن ابويا ما كانش يحب عبد الحليم الا بعد ما مات، يحب عبد الوهاب طبعا، لكن يعني انت كنت تحب عبد الحليم؟ احنا كنا بنحب عبد الحليم طبعا، لكن ما فيش حد قبله يعني. طيب دلوقتي بنحبه مين؟
مفيش، في فراغ. تيجي حتى مسألة الانتشار، يعني البنية الأساسية بتاعتنا الإعلامية ضعيفة. الإذاعة المصرية لا تصل إلى أحد، زي طول صوت العرب وما بيوصلش للعرب، والبرنامج العام ما بيعديش ربع مصر، ويا دوب عندك النايل سات، وفي تهديدات شديدة للنايل سات دلوقتي. فده الانتشار. التكنولوجيا احنا بعاد عنها، احنا لسه عمالين نقول احنا عندنا. طيب عشان ما نخش في تفاصيل ممكن تزعج حد يعني، انما انت حاسس ان انت عملت ما كنت تتمناه لما بدأت رحلتك في الشغل؟ اعتقد انا بص، كان عندي وعي غريب وانا صغير. احنا كنا بنتخرج من الهندسة نكلف، بنختار المكان، كان كل واحد يعيله تكليف وزارة الدولة معلماكوا وصرف عليكوا وتشتغلوا في الدولة. انا اخترت اروح الاعلام. بعد سنة وانا بشتغل في الاعلام، مهندس الهندسة الاذاعية، لقيت نفسي بدرس في معهد السينما قسم اخراج منتظم بس خارج اوقات عملي، وبدرس كلية الاعلام دبلوم اذاعه وتلفزيون. انت رحت كده؟ رحت قدمت في الاثنين عشان ادرس في حاجه منهم، اتقبلت في الاثنين، كانت بامتحانات، فبقيت اشتغل هنا وهنا. لماذا؟ لماذا؟ بفطرتي الصغيره وانا عندي 24 سنه قلت انا بشتغل في الاعلام، شايل ماسوره بوصل بيها حاجات للناس، ومش مسؤول عن ايه اللي جواها، فلازم افهم ايه اللي جواها، والناس المسؤولين عن المحتوى والشكل الابداعي لازم ابقى قريب منهم. فادرس الكلام ده، ده ساعدني لما رجعت من السعودية بعد 12 سنة علشان اشتغل في ART كخبير هندسي. كانت اول محطة كبيرة بقى ART ديت يعني. اجيت انا هندسة بعد سنة. يعني بالمناسبة نسجل كل التقدير والمحبة للشيخ صالح كامل طبعا، وتحياتنا له، وتحيات كبيرة ومعزة غالية، ورجل فاضل وكل حاجة، أفضل من عملت معه صحيح، وهو المعلم الذي تعلمت منه. أنا الحقيقة ما اشتغلتش معاه بس التقيته مرات ومرات، ومتابع الشيخ صالح كامل، رجل عظيم. رغم فرق السن بيننا مش كبير، لكن دائما اعتبره الاب. صحيح، هو عنده الروح، معلم وصاحب قيم بالمناسبه، ويحب مصر طبعا اكتر مننا. طبعا 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 طبعا، باختياره وليس اجبارا زي ما هو بيقول يعني. ومشاريعه في مصر كتيره جدا جدا. فلقيت نفسي بيختارني في ليله ابقى مسؤول عن ART في مصر، عن المحتوى اللي انا كنت بذاكره من 10-12 سنة. كنت جاهز لمعهد السينما؟ لا، وكانوا اصحابي بقى كلهم يعني، اصحابي من المهندسين بقى قليلين، واصحابي من المفكرين والمخرجين والى اخره بقوا كتير قوي. ده ساعدني يعني. بعد ما تعينت بيومين كان معايا 4 مستشارين قامات لازم عشان انا اكبر بيهم. استاذ علي بدرخان، استاذ سمير سيف، يا سلام، استاذ سليم النمر الله يرحمه، والاستاذ لويس جريس، ربنا يديله الصحه، كانوا مستشارين. مش انا احسن منهم عشان اكبر بيهم. ودي آفة موجوده في مصر، هات مساعدك المساعد بتاعك يبقى اشطر منك بتخصصه، جيبش ناس اقزام. هو بيقول ده ما بيحصلش. هو بيقول الآفة انه انت ما بتجيبش كويس، مش كده برضو؟ تجيب واحد اقل منك، بتجيب ده واحد غلط، مش يبقى احسن منك. وتبرز دوره وتقول ده كويس، وده اللي بيعمل كذا، وانا من غيره ما اعرفش اعمل. يعني دي المنظومات الإدارية اللي يجب انها تشتغل يعني. الفكرة بقى ده احنا نعتبر عم أسامة من الأشياء برضو، لانه لما اشتغل فكر ان الشغل هتكبر
وفكر انه يعمل كذا، فرتب الامور فجات له فعلا الحكايه، فهو مبسوط بمشواره مش كده؟ لا مبسوط. انا الحاجه اللي بتقول تاخدها على نفسك هي مش عيب، لكن ما مش نافعه. بس مش هتقول انك طيب طبعا. لا لا لا، الشهره ما فيهوش طيب. بعتبر ان انا صاحب الشغلانه، بعتبر ان انا المالك، وبخاف على الشغل اكتر من صحابه. فاحيانا هنا ده اتعدى دوري، ده ممكن يبتدي يعمل مشكله بقى. صحيح، مش مشكله، ده مشاكل كتير. طيب على كل حال يعني في بس نقطه هرجع لوالدتك تاني، ان الواحد يحب جدا لما ينجح امه تشوفه. طبعا انت يعني محظوظ. انا للاسف بص حضرتك، انا لما تعينت رئيس اتحاد الاذاعه والتلفزيون يا صديق صحفي، وبعد يومين وقال لي مبسوط طبعا، قلت له لا مبسوط لحاجه واحده بس، مبسوط ان والدتي انبسطت وحست ان تعبها ما راحش هدر. هي مبسوطه، انا مبسوط من انبساطها يومين وبعد كده خلاص داخل على القرف يعني. شغل. كلمتك بقى ولا انت كلمتها؟ يعني قول لي ايه اللي حصل. لا نزلت لها على طول. نزلت البلد. لا ما كانش بيفوت اسبوع لما اشوفها يعني. عاوز كانت هي في القاهره. كانت امي الله يرحمها تقول لي، انا امي ساكنه تحتيه وانا معدي كده، يا واد اقعد بعد شويه هتيجي تدور عليا مش هتلاقيني. فبتبقى الحكايه دي حقيقيه. صحيح. انا كل ما ازور السيده نفيسه والسيده زينب استحضرهم بشكل امي. انا ما شفتهمش. يعني كانك راح تزورها. بالظبط. تروح تقعد في السيده او في السيده نفيسه. زي ما انا جيت معاها عندك النهارده هنا. جيت معايا. واتصور ان ده بالنسبه لي الفضفضتي عن امي ده احسن احتفال ليا بعيد ام هذه السنه، وهي تاريخ ميلادها هو يوم عيد الام 21 مارس. يا سلام. عيد الربيع وعيد الام. وانا عايز اوجه تحيه لصاحب هذه الفكره. طبعا 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 كاتبنا الكبير. علي مش مصطفى. استاذ علي امين. علي امين مش مصطفى امين. ده صحيح. هما واحد. طبعا وارتباطهم بامهم زي ارتباطك وارتباطي بامنا برضو. طبعا 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 طبعا. وناس كتير كويسه في علاقه خاصه مع الام. زي الاستاذ عبد الرحمن الابنودي مثلا. السلام. وكل الشعراء وكل المبدعين ومين اللي كتب روايه الام؟ جوركي ولا دوستويفسكي مش فاكر. لا كل الناس، كل العالم، كل الدنيا. صحيح. انا بوجه تحيه لكل امهات العالم. ومش جاي عشان اقول لامي احسن ام، كلكم احسن ما خلق ربنا. يا ايتها الامهات الطيبات. انا بشكرك. بشكرك جدا جدا. وانا اسف عملت لك حاله شجن يعني، بس انا جاي كنت حامل هم. شرفتني شرفتني وبشكرك. ويعني انا بشكر حضرتك وبشكر. طب خليني اسالك سؤال بقى، الواحد يعمل ايه لامه لما بعد ما تمشي كده؟ يعمل لها ايه؟ اقرا لها قران. واستحضرها. وربي عيالك زي ما امك ربيتك. صحيح. واستغفر لها. على فكره وهم بيدفنوا امي لقيت الراجل بيقول لك واغفر لها سيئاتها. لقيت نفسي بقول له مالهاش سيئات. مالكش دعوه يا سيبها. بس سيبها. بس استغربت يعني. احنا على المقبره. لا مالهاش حق اسكت. خليك في حالك. الله يرحمها. بشكرك يا باشمهندس. سلام يا باشمهندس. سلام يا باشمهندس.